والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من عشر ذي الحجة المباركة، وهو يوم الوقوف بعرفة للحجاج وأداء الركن الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة لما له من الفضل والعظمة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهو يوم مبارك. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالحجاج يقفون في هذا اليوم، في يوم عرفة، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج، وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين وأنزل على رسوله قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وغير الحجاج يكثرون من ذكر الله بالتكبير والتسبيح والتهليل، ويكثرون ويصومون هذا اليوم، يصومون هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فغير الحاج يصوم يوم عرفة، أما الحاج فإنه لا يصوم، من أجل أن يتقوى على الوقوف بعرفة ويتفرغ للدعاء. ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، بل إنه شرب والناس ينظرون إليه على راحلته حتى يعلموا أنه ليس بصائم عليه الصلاة والسلام. فلا يستحب صيام يوم عرفة للحاج، وإنما يستحب لغير الحجاج.